بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغلي، وإن شاء الله فيديو جديد وتجربة جديدة هنبدأ نتكلم عليها النهاردة. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات وإحنا بنتكلم على السبيد كنترول أوف إندكشن ماشين، قلت لك في طريقتين، يا يعني نتكلم على السكيلر في أوفر إف كنترول يا الفيكتور كنترول. عشان نتكلم على الفيكتور كنترول كان لابد إن إحنا نعمل الفيديو ده عشان نسهل على نفسينا وما نستغرقش وقت كبير جدا في شرح الفكرة. قلنا نبسط الموضوع ان احنا ننزل فيديو الاول يبسط الدنيا، وبعد كده نبقى ان شاء الله في المستقبل نتكلم على الفيكتور كنترول. مش ده الابليكيشن الوحيد، برضو في الابليكيشن بتاع الجريند انتجريشن وفولت سورس انفرتر هتلاقي ان برضو الموضوع اللي احنا نتكلم عليه النهاردة مهم جدا جدا جدا. طب ايه هو الموضوع؟ الموضوع كالاتي، ان انا مثلا عاوز انجكت باور سي مثلا للجريد مثلا بطريقه ما، وعشان ادخل باور للجريد فانا بحط ريفرنس. يعني انا عاوز انجكت في الجريد 600 واط مثلا، 800 واط، 1000 واط، رقم ثابت كونستانت. طيب الكلام ده اعمله ازاي؟ المفروض ان انا الطبيعي ان انا بميجر الفولتج بتاع الجريد وبميجر الكارنت بتاع الجريد. ليه؟ عشان احدد الزيرو سيكونس اللي بناء عليها تبدا تعمل عمليه الجريد انتجريشن. طيب لما انا عميجر فولتج وعميجر كارنت، ما هو الفولتج والكارنت دول اي سي سيجنالز، حاجات بتتغير مع التايم، والمفروض ان انا بعد ما عميجر الفولت وعميجر الكارنت ابدا احدد الباور. المفروض اجيب ميجرد باور واقارنها بالريفرنس. فانا لو عميجرد الباور بالطريقه دي، ان انا عندي الفولت اي سي سيجنال والكارنت اي سي سيجنال، تخيل ان انت بتقارن رقم ثابت بحاجات بتتغير مع التايم، هتلاقي ان المشكله الكبيره اللي هتظهر دلوقتي ان انت المفروض بعد ما بتعمل عمليه مقارنه الريفرنس بالميجر دي بتخش على بي اي دي كنترول او بي اي كنترول. البي اي كنترول بيحصل له فيلير في اللحظه دي. ليه؟ لان البي اي المفروض فكرة عمله ان انت بتقارن رقم ثابت برقم ثابت، وبالتالي الايرور رقم ثابت، رقم ما بيتغيرش، مش قاعد يؤسليت، عشان يقدر يحدد قيم الكي بي والكي اي المناسبة ان هما يبدأوا يزبطوا الريفرنس مع الميجرد. طيب ايه العمل هنا؟ العمل هنا ان في عالمين جليلين، عالم اسمه كلارك وعالم اسمه بارك. عالم كلارك قال لك انا كل انا عامله ان انا اخد الثري فيز دول او الثري اي سي سيجنالز وابدا احولهم لتو اي سي سيجنالز. المفروض ان انا عندي الثري اي سي سيجنالز شفتد 120 درجه زي ما احنا عارفين، اول فيزا ريفرنس زيرو، بعد كده بتشفت 120 تاخد الفيزا الثانيه، بعد كده تشفت 120 تاخد الفيزا الثالثه، لا هتحولهم لتو اي سي سيجنال، الشفت ما بينهم 90 درجه. وساعتها عمل ايه كالاتي؟ لو انا عندي ده، لو احنا بنرسم الفيزور دياجرام للاي سي سيجنالز اللي موجوده، فانت عندك فيزا A بالشكل ده، شيفت 120 فيزا B، شيفت 120 فيزا C. فقال لك انا ابدا اجمع الثري فيز دول لتو فيز، اسمي حاجه اسمها في الفا وفي بيتا، وابدا احلل الثلاث قوى بتوع الفيزا A والفيزا B والفيزا C، واحده محصله عند الفي الفا وواحده محصله ثانيه عند الفي بيتا. لما تعمل كده كل اللي هيحصل ساعتها ان انت هتاخد الثري فيز دول تبدا تحولهم لتو فيز، وفي بلوك جاهز جوه الماتلاب بيعمل لك عمليه الترانسفورميشن دي، بيحول الاي بي سي اي سي سيجنالز لتو الفا وبيتا سيجنالز. طيب يبقى العالم كلارك يعتبر احنا وزن لسه الاي سي سيجنالز، انا كده لسه ما تحولتش ليه لحاجات ثابته، انا اخدت الثلاثه اي سي حولتهم لاثنين اي سي. طيب ده اول عالم. العالم التاني بارك بقى قال لك انا هاخد الاثنين اي سي سيجنال دول احولهم لتو دي سي كومبوننت، ان انا اعبر عن التو اي سي سيجنال بتو فيكتورز ثابتين، وبالتالي انا كده قدرت احول الحاجات اللي بتتغير مع التايم لحاجات كونستانت، قادر ان انا اخدها واتعامل معاها على اساس ان هم كونستانت. واحد يقول لي يا باشمهندس ازاي تبقى قيمه ثابته؟ اقول لك بكل بساطه، واحول الاي سي سيجنال دي لفيكتور ويز انجل بيروتيت، يعني الفيكتور ده تبقى قيمته ثابته سي مثلا 100 فولت، فهتلاقي ان هو 100 فولت وبيروتيت عشان يحقق لك الاي سي سيجنال الموجود، فهو رقم ثابت خلاص، هو 100 مثلا او 300 وات ايفر قيمه الايه، قيمه البيك بتاع
الاي سي سيجنال اللي موجوده. فطبعا برضو العالم بارك هتلاقي ليه بلوك جاهز جوه الماتلاب بياخد الالفا بيتا دول يحولهم لحاجه اسمها دي كيو. يبقى انا عندي ايه التحويلات اللي موجوده عشان نحول حاجه بتتغير مع التايم لحاجه كونستانت؟ عندي تو ترانسفورميشن، كلارك بيحول من اي بي سي لدي الفا وبيتا، بكده عندي بارك بيحول من الفا وبيتا لدي كيو موديل. الكلام ده هنحاول نعمله في الفيديو ده ونوري الناس ازاي فعلا قدرت اخد اي سي سيجنال اللي هم الثري فيز بتوعنا سواء فولتج بقى او كارنت وات ايفر حسب الابلكيشن اللي موجود، ازاي ان انا ابدا احولهم باستخدام الكلارك وبعد كده ارجع احولهم باستخدام البارك. وعوريك بقى حاجه جامده جدا ان شاء الله بعد ما نخلص الجزئيه دي في اول الفيديو، ان في بلوك جاهز بيعمل لك الاثنين مع بعض. يبقى انا لو عاوز اعمل الكلارك والبارك مع بعض الدنيا جميله وبسيطه. خلاص، اللي خلانا نعمل كل ده ايه؟ ان انا عندي ريفرنس وميجرد وداخلين على بي اي. البي اي مش هيقدر يتعامل مع حاجه بتوسيليت دايما مع التايم، انا لازم اتعامل مع قيمتين هو قيمه كونستانت بتتقارن بقيمه كونستانت. فده اللي خلاني اروح للجزئيه دي. هنلاقي الموضوع ده احنا هنستخدمه في الفيكتور كنترول، ان انا لازم اخد الاي سي سيجنال بتاعتي احولها لدي كيو عشان ابدا اقارن بريفرنس معين يحقق لي السبيد اللي انا عاوزها. نفس الحكايه لو احنا حبينا ان شاء الله الفتره الجايه نعمل فيديو على الجريد انتجريشن، هيبقى بسيط جدا بالنسبه لنا، الناس هتبقى فهمت من الفيديو ده ان انا ازاي حولت الثري فيز اللي عندي سواء فولتج او كارنت من قيم بتتغير مع التايم لقيم كونستانت، نقدر ساعتها ننجكت الباور اللي احنا عاوزينها. انا عاوز انجكت 100 وات، انجكت 300 وات، فانا ساعتها قيمه الفولت والتيار هي قيم كونستانت، قادر اضربهم في بعض واقارنهم بال 300 او اقارنهم بال 600. فهتلاقي ان الموضوع ساعتها بقى فيري سيمبل وبقى بسيط، يعني احنا ساعتها مش هنقعد بقى نعيد تاني الكلارك والبارك ترانسفورميشن وليه بنعمل الكلام ده. هنشير للفيديو ده ونبدا من الفيديو ده نتحرك. خلاص، يبقى بكل بساطه دي ده الملخص اللي انا محتاجكم تعرفوه. بعد كده نبدا نخش على الماتلاب كالعاده ونكتب باور ال اي بي، نفتح نيو سيميلينك فايل. وخدوا بالكم هنا انا مش هوصل الكتريكال كومبوننت، ممكن الفيديو الجاي نبدا نعمل كلوز لوب على انفرتر باستخدام الكلارك والبارك، لكن في الفيديو ده احنا بس بنطبق فكره الكلارك والبارك ترانسفورميشن فقط لا غير. احتاج ايه المفروض؟ نبدا نجيب الاليمنتس اللي احنا محتاجينها، محتاجين سورسز. من السورسز هنبدا نجيب الاي سي سيجنالز اللي احنا هنحطها اللي هي فعلا بتشير للفولتج اللي موجوده، ان احنا نبدا نجنريت 3 فيز فولتج ويز ريكوايرد بيك. هنحط مثلا اكن في فعلا 3 ساين ويف لفولت موجود فعليا. وبعد كده نبدا نجيب بقى ايه، هتلاقي في حاجه اسمها الفا بيتا، نبدا نجيب الفا، نكتب الفا سيرش وتبدا تنزل، هتلاقي عندك اي بي سي تو الفا بيتا. وبرده نبدا نجيب الدي كيو ميدل، هنبدا نسيرش على الدي كيو، فهتلاقي ان انت عندك اهو من الفا بيتا لدي كيو. بس لو تركز كده هتلاقي ان في حاجه عندك اسمها اوميجا تي. ايه الاوميجا تي دي؟ الزاويه اللي بيتحرك بيها الاي سي سيجنالز اللي عندك. طب انت الزاويه دي هتجيبها ازاي؟ هتلاقي ان في بلوك جوه الماتلاب اسمه بي ال ال او فيز لوكد لوب. فيز لوكد لوب ده بلوك كل اللي انت بتعمله ان انت بتديله الاي سي سيجنال وهو يقدر يديك الفريكوانسي والاوميجا تي اللي بيبدا يتغير عليها. فده مهم جدا جدا، دايما مع الكلارك والبارك ترانسفورميشن لازم هتستخدم البي ال ال، لازم هتستخدم البي ال ال. برضو هنجيبه ماكس عشان نبدا نشوف الاي سي سيجنال اللي عندنا اهو. وهنجيب سكوب، طبعا مهم جدا السكوب، فهجيب سكوب بالشكل ده. ونبدا نخش على السولفر كالعاده، نظبط السولفر سواء ماكسيمم ستيب سايز زي ما احنا اتعودنا. هنا هتحط 1 اي سالب 4 واختار السولفر روسن بروك مثلا اهو. خلاص تمام، اخش جوه الساين ويف وابدا اخلي الامبليتيود بتاعي 310
اللي هو 220 جذر 2، والفريكوانسي بتاعي 100 في باي، وال3 ساين ويف بطلعهم دايركت. والكلام ده احنا قلناه في الفاست كونفيجريشنز، الفيديوهات بتاعت الفاست كونفيجريشن، انك بكل بساطه ممكن تجنريت 3 ساين ويف دايركت. ازاي؟ بتحط الشيفت على طول هنا، صفر سالب 2 في باي على 3، وعندك 2 في باي على 3. خلاص كده انا اجنريت الايه؟ الساين ويف اللي عندي. بلوك البي ال ال كل اللي بيعمله ان انت بتخش هنا بتدخل الساين ويف بتاعتك على البي ال ال عشان يديك التردد بتاع الساين ويف والانجل اللي بيتحرك بيها. ومهمه جدا الانجل، ليه؟ لان انت في الاخر عشان تعمل جريد انتجريشن لازم تبقى عارف الزيرو كروسنج، هو شرط اساسي من شروط الانتجريشن، لازم يكون نفس الفيس سيكونس، نفس الامبليتيود، نفس الفريكوانسي. وبالتالي عشان تحقق الفيس سيكونس ونفس النقطه اللي بيتحركوا عليها لازم يكون عندك بلوك البي ال ال، تخش جواه وتبدا تظبط الفريكوانسي بتاعك ان هو 50. خلاص المفروض ان انت هتبدا تخش على الاي بي سي بتاع الالفا والبيتا، وبعد ما تخلص الالفا والبيتا بتبدا تخش تاخد الالفا والبيتا دول تدخلهم على البلوك بتاع البارك عشان يحولهم لدي كيو. لو تاخد بالك انا هاخد هنا الاوميجا تي، خلاص بقت سهله بالنسبه لي ان انا اخدها. اللي بيطلع لك بيطلع لك 3 كومبوننت، الدي والكيو والزيرو سيكونس. زيرو سيكونس ده مش هيبان الا في حاله ان انت عندك الثري فيز دول ان بالانس. لو الثري فيز بتوعك بالانسنج وده الاوبتيمم والديفولت والمتعارف عليه، ساعتها هتلاقي ان الزيرو سيكونس ده مش موجود عندك خالص. تبدا تحط هنا الماكس بتاعك بثري اكسس عشان تطلع التلاتة، وممكن تظبط السكوب برضو بتاعك اهو، ناخد منه واحد بتخش جواه وتبدا تظبط السكوب ان هو يكون تلاتة اكسس بالشكل ده، لاي اوت اهو تلاتة ابلاي اوكي. خلاص نبدا نوصل بالشكل اللي قدامي ده. المفروض ان الدي كومبوننت عشان يطلع لك دايما، الدي كومبوننت هتلاقي يناظر الامبليتيود بتاع الفولتج، دايما الدي كومبوننت هتلاقيه بيناظر الامبليتيود بتاع الفولتج. خلاص يبقى انا لو حاطط 310 المفروض ان الدي كومبوننت اللي انا هيطلع لي دلوقتي يطلع لك 310. مش هلعب في اي حاجه تانية، يعني مش هنلعب في اي حاجه تانية. لو انا روحت جبت من هنا الديسبلاي عشان اشوف فعلا التردد مظبوط ولا لا، وبرضو خلينا نجيب سكوب بالشكل اللي قدامنا ده، نبدأ في السكوب ده نحوله لتو اكسس، نعرض فيه الانبوت سيجنال والسيجنال افتر كلارك ترانسفورميشن. يعني ازاي التلاتة فيز اللي هم داخلين دول اتحولوا فعلا لتو فيز بعد عملية كلارك ترانسفورميشن. زي ما احنا ملاحظين انا كده حطيت كل اللي انا محتاج اشوفه، حطيت الانبوت فولتج وحطيت الكلارك، ومفروض ان انا في البارك زي ما قلت لك الدي كيو موديل بتاعي المفروض انا كامبليتيود لو انا بادئ من زيرو سيكونس الكومبوننت الوحيد اللي هيبقى موجود قدامي هو الدي، وهو مناظر لقيمه الامبليتيود اللي انا حطيته في الساين ويف بتاعتي اللي هي 310 اللي هي 310. التايم بتاع السيميلينك فايل كبير، فانا هقلله اخليه 1/10 بحيث ان هو يعرض لي بس 5 سايكل، يعرض لي بس 5 سايكل، مش محتاج ان انا اشوف اكتر من كده. الاوميجا تي زي ما احنا عارفين هي الانجولار فيلوسيتي، السرعه الدورانيه اللي بتتحرك عليها الساين ويف 360 درجه. هتلاقيهم ان هم لو عاوز الناس اللي عاوز يشوفها برضو خلينا اوريها لكم بالمره يعني. خلاص تمام نبدا نعمل ران دلوقتي. ظهر لي ايرور منطقي دلوقتي، الايرور اللي ظاهر لي بيقول لي المفروض ان انت هنا ما ينفعش تدخل على بلوك الكلارك ترانسفورميشن الاوميجا تي. ده كلام مظبوط، مفيش مشكله. المفروض ان انا ادخل الاي بي سي سيجنال او الاي سي سيجنال عندي. خلاص يبقى ده كلام مظبوط مفيش مشكله، واي ايرور احنا بيطلع لنا بنشتغل معاه عادي اونلاين مفيش مشكله. يبدا دلوقتي يحصل ران للموديل زي ما انت شايف التردد فعلا 50،
ولو جيت شفت الاوميجا تي هتلاقيها فعلا ان هي ايه بتتغير من 0 ل 2 باي زي ما احنا شايفين، اللي هي الاوميجا 2 باي اف. احنا زي ما احنا عارفين ان الاوميجا 2 باي اف، فهتلاقي ان انت ال 2 باي اللي هي كام؟ فوق 3 و14 اللي هي 6 28، ففعلا مظبوطه. لو جينا نشوف البلوك ده زي ما انت شايف، ادي 3 ساين ويف اللي عندنا تحوله فعلا ل 2. واحد هيقول لي طب يا باشمهندس انا عاوز اشوف ال 90 درجه، انت قلت لي هيطلع 2 الشيفت ما بينهم 90 درجه. هقول لك بكل بساطه، هتروح لتول تجيب ميجرمنت وتجيب كروزر ميجرمنت. خلاص هنجيبه اول نقطه اهي، وتاني نقطه احنا هنجيبوها اهو بالشكل ده، نبدا نحطوها هنا في النص هنا عشان يبقى الدنيا واضحه هنا اهو. هتلاقي فعلا انت لو اخدت الرقم ده طرحته من ده هيطلع لك 5 مللي سكند، وال5 مللي سكند المفروض ان انا عندي تردد الساين اللي موجوده 50 هرتز، فهتلاقي ان التايم بتاعك 20 مللي، فانت ربع ال 20 مللي اللي هو 5 مللي، ما هو ال 20 مللي دول يناظروا 360 درجه، فال5 مللي هتلاقيهم يناظروا فعلا 90 درجه. والكومبوننت اللي طلع هتلاقي فعلا الدي كومبوننت او الفي دي هو 310، مناظر لمين؟ مناظر للفولت اللي موجود، مناظر للفولت اللي موجود. وهتلاقي ان الكيو مش موجوده والزيرو سيكونس مش موجود، لان احنا بادئين من زيرو. خلاص ان احنا بادئين من زيرو، يبقى انا فعلا قدرت لو انا جبت ديسبلاي بالشكل ده حطيته هنا وبدأت اعمل ران مرة كمان، تعال نكبر التايم ده نخليه نص بقى، وعملت ران، هتلاقي ان القيمة عندك 310 وهي قيمة فضلت ثابتة ما بتتغيرش مع التايم، قيمة فضلت ثابتة وما بتتغيرش مع التايم. وهو المراد والمطلوب اثباته في الفيديو، ان انا اخدت الحاجة اللي بتتغير مع التايم او الاي سي سيجنال لكني حولتها لدي سي سيجنال قادر ان انا اتعامل معاها، وقادر البي اي دي يتعامل معاها. فيديو مهم جدا، هنحاول ناخد فيديو عليه عشان برضو نوثق الفكره ونوري الناس بعض الابليكيشن اللي مهم بالنسبه لنا، نبقى فاهمين الكلارك والبارك ترانسفورميشن دول موجودين فين وبيعملوا ايه وبنشتغل عليهم ازاي. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، واهم حاجه تفتكروني بدعائكم وتدعوا لي بحسن التوفيق والسداد. اشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.